يا خص قال لك اللي ما هدرتيش على زفزاف. هي عاود خرجت لي في الجنب عاود. هي عاود تلصق كل شيء للمروك. المروك اليهود مطبعين بواسين اللي يدين صافي. داك دوك الاسطوانه ديالك معروفه. كمل شوف واش قلت. سمع سمع اش قلت بعد البقره الحالوب. شوف الصوره تاع السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. اليوم غادي نهضروا على واحد الموضوع اللي هو البقره الحالوب صوفيا باللبن. حتى هي خرجت ضروري غير كلشي مشكل ولا شي حاجه هذيك ضروري غادي تخرج. خرجت اليوم قالت لهم هذه الخساره ديال زفزاف وهذا ولقجع والمروك وهذا. راكم عارفين السيناريو ديالها وعارفين يعني الاسطوانه، ماشي السيناريو، الاسطوانه ديالها اللي كتعاود ديما ان المروك سبابنا والجيران والمخزن واليهود والتطبيع وبواسيل داكشي كاع ديالهم لا يحرك فينا اي تشعره بالدارجه المغربيه. تشعره ما كيحركوها فينا، يركيو النصور يوسف كيخليونا كنضحكوا عليهم. هذه من جهه. دابا غادي نشوفوا لي فيديو اللي صيفطتو لنا، عاد نتجهوا للفيديو ديال البقره الحالوب على بركه الله. راح نشعلوا مسكره في العديان لاخاطش كاين بزاف اللي ما يحبوناش. اليوم ان شاء الله نديروا مسكره اللي حبنا واللي ما يحبناش. شو سبحان الله الفرق بين الام الجزائريه والمغربيه. وين الناس حجروا طوب، كاينين فيهم حتى هما اللي مزيانين وكاينين اللي خايبين. نهضر غير على هذه ونهضر على اللي فوق منها. شو المغربيه كيفاش الرزانه والتباته، ولدها جايب 19.50 كيفاش هضرات. شوف الجزائريه ولدها ولا بنتها جابت 10 فاصله. نحتفلوا زكاره في العديان، ما عرفتش علاش ضروري جبدوا. راه دابا راه ماشي العديان ديال جيرانها ولا. انت اسمع 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 نركزوا معاها. راح نشعلوا مسكره في العديان. ديك الضحكه ديال متعوده دايم دوك المسلسلات دمشق هذوك الرقاصات اللي كيضحكوا نيشان. شو الضحكه لاخاطش كاين بزاف اللي ما يحبوناش. بزاف اللي ما يحبوناش. عارف هذا القصد ديالها زعما راه وعلاش القنوات ديالهم دوزوها زعما راه كتقصد المغرب. نشعلوهم دابا جايب هذوك باش تحتفل باش تشعل. شوف اليوم ان شاء الله نديروا اسكاره اللي حبنا واللي ما يحبناش. والله كعاود شو المغربيه، شو المغربيه الرزانه والتباته. ما تعادي حد، ما تسب حد، ما تضحك على حد. اسمع السف دي السف ديال الجزائر. اتصل بنا السيد الوزير وزير التربيه، كان خبر صار جدا يعني وكانت فرحه عارمه والله لا توصف. يا سيري اش بغيتي اش بغيتي؟ شوف قلب هنا داخل هادشي في الفيديو ما تبانش وكان غير بقات مقلب نيت من هنا. شوفوا هاد الكاسكيطه واش دير. شو تما صحي واحد حرك الحوايج هو غير طيح. هي هذيك ديالك هز هذيك الا بغيتي هذيك قضي بها الغرض هو غير ديها ماشي مشكل صافي. يلا سد الباب ملي تخرج. لا شوف ما تسدوش قربوا باش الى جا باش يلقاها بحلول عوده. شوف هادشي ما كنحيدوش، انا كنخلي لكم كلشي عادي. يلا سير نكملوا. شوف الحمد لله يا ربي لك الحمد والشكر. الحمد لله والشكر لله يا ربي الحمد لله. راح نشعلوا مسكره في العديان. شتي الفرق، شتي الفرق بين ام ثابته وواعيه ورزينه قدوه لولادها. اش من قدوه دابا هذه نشعلوا مسكره في العديان. كيفاش غادي يطلعوا دوك الصوص حتى هما العديان المروك العديان. شوف غير شوف سواء هي قصدت المغرب ولا قصدت غير جيرانها تما راه ما زعما ماشي ماشي كاع هضره. هذيك انت قدوه ام خصك تكون قدوه. وهذا على بركه الله ندوزو الفيديو الثاني. فوالا جيتي افيك ان انسبكتور دو بوليس كي تي سوبر سامبا افيك موا دونك فوالا اي ابارامون ايل اون ترين دو تو فيرباليزي لا ايل تي ان ترين دو فوالا ان دوبل فيل دوبل فيل دونك اي مامي لا مود مي سي ان فان. Il est fan, mais il fait bien son boulot. Voilà. Il est fan, il me fait un petit truc. Lui aussi, il est fan de moi. Viens ici. Toi aussi, t'es fan. Voilà. Salam alaikum, alaikum salam. Tout va bien. شوفوا كيف لقى بوليس ياك. البوليس ديال بلجيكا هذا. ديال بلجيكا لي فان ديالو. المحتوى ديالو وعجبهم داك الشيء وعجبهم المغاربه والمغاربه ديما كيعطيو صوره زوينه على المغرب. شوف دابا الفرق بين هذا المغربي اللي جا البوليس بغى يتصور معاه. وبين كرغولي كيتسنى تنوض الفوضى في فرنسا باش يدخل يسرق المتاجر.
واش فهمتوني اش كنقول لكم؟ المغاربه صوره زوينه، المغاربه ظراف، المغاربه مربيين، المغاربه متقفين واعيين، كيعطيو صوره زوينه على بلادهم. خلينا القله القليله فين ما مشيتي راه كاينين من السويد شدو كيسرق، ولكن زعما بنسبه كبيره المغاربه كيعطيو صوره زوينه على بلادهم. واحد الدوله بلا ما نذكروها بنسبه كبيره كيعطيو صوره ديال الشفره والخنشاله وسرق هنا سرق ليه. نو بو ما تيكيت با سي فري سي غراتوي. alors attends je vais faire comme ça. voilà voilà comme ça ouais il travaille à Bruxelles propreté ou quoi. voilà voilà sans plus. donc voilà les gars c'était pour vous dire que on est folklorique blanc noir arabe jaune on est tous ensemble. nous on les protège et eux ils protègent nous. voilà et, on, et voilà. nous on fout la merde. non nous on fout la merde. non mais bon en même temps vous nous المهم راه صوره زوينه على بلاد وما فهمناش اش كاين. ندوز الفيديو اخر. احنا واعرين لينا باش واعرين لينا باش باش واعرين لينا باش باش بالسلاح اللي شارينه الخرده ها واعرين علينا بالطوابير. الطوابير ديالهم واعرين علينا. عندهم طوابير طويله على السميد والحليب الصباح. الرجوله ما كايناش ما كايناش الرجوله ما كايناش. كون كاينه كون طالبوا بحقهم. واش انا تحت منداري الغاز والبترول كيبقبق وانا كنوض نشد الطابور على الحليب؟ فينا هي الرجوله عند الكراغله؟ باش وارين اون بلوس كاين لو موبيل. شنو هو الدافع ديال الجزائري يضرب مع المغرب؟ المغربي عنده لو موبيل، المغربي عنده الدافع. نيشان راك هجبتي على على بلادو باغي تقسم بلادو. يدافع على ارضه وعلى عرضه. انك تسبوا عرض المغرب وعرض الملك عنده الحق. انتوما اي دافع دابا بغيتو بغيتو راك انتوما واحد ما اديكم حتى واحد ما مقرب ليكم نيشان ها يا شعب الكعبوش. وعلى فكره هاد هاد الكلمه ديال الكلمه ديال كراغيله هي كلمه قديمه معروفه، لكن شكون اللي حياها ولا كيقولها الكراغيله؟ شكون كي راه زعما ماشي باغي يقول لكم انا اول واحد، انا اول واحد كياكد عليها في لي فيديو كياكد عليها في العناوين حتى ولات انتشرت. هذا هو نورمال هذا هو. وهي ماشي سبان ماشي سب هذاك ماشي سب زعما ماشي انك كتسبهم هي كتبين لهم العرق ديالهم كتبين لهم الجذور ديالهم انهم مخلطين مع تواركه عادية زعما. لكن ولات كتقصعهم ما عرفتش علاش. واخا هي ماشي زعما سب ولا شي حاجة. هذه هي ما تفهمش هذه العقلية ديال هاد الناس هادو. احنا واعرين لهم باش واعرين علينا لا حياة لمن تنادي. ندوز الفيديو اخر. يا خوس قال لك انا ما هدرتيش على زفزاف. هي عاود خرجت اليوم في الجنب عاود هي عاود تلصق كل شيء للمروك. المروك اليهود مطبعين بواسي اللي يدين صافي. داك الاسطوانه ديالك معروفه. كملوا شوف واش قالت. سمع سمع اش قالت بعد البقره الحالوب. شفت صوره تاع زفزاف على بالك باللي شفت صوره تاعك يا زفزاف على بالكم انا ما هدرتش على زفزاف. بس كنت تحيه رجال تحيه لرجال الخفاء. رجال الخفاء هنا اليوم كيوروه في كل القنوات قنوات العار والاستحمار وعلى راسها قناه الهداف والنهار. قناه الهداف والنهار قالت لك العار والاستحمار يعني فاش كيقول شكيت انا شكون قال فاش كيكون علي بن شيخ راه هي اللي كيحاربوا دابا. قالوا زعما كتهضروا هضره زوينه على المروك. احترام لنا خونا حكيم فيسا عيبك بلي هربت الغسالك. هربتي الغسالك قالت لي هربتي زعما من اللي كيغسلوك وديران. هضرنا معاك وقلنا لك ما تروحش على بالك بلي غطنيش. شوف اسمع هضرنا معاك وقلنا لك ما تروحش. هي وزيره الصناعه. شويه هكذا وغطني شويه هكذا وغطني هاي ليك وري لكم كيفاه هاي كيفاه جات. كتبانش عندك التليفون مظلم. كتبانه على ما سرقتيش انت الايفون فاش كانوا الناس كيدخلوا يسرقوا الايفون في فرنسا. فوالا شوف تقول هربت للغسال تاعك سبحان الله جاي تطلب في الاعتذار وتقول اعتذر وكان عندنا هدف واحد هو زعما افوار سياج في لاكاف. يا اخي قلنا لك قلنا لك برحمه الوالدين حللتك قلت لك يا ودي راك مريض دير سيرتيفيكا وخلي عماره على الاقل عماره مومبر في اللجنه الماليه وحطوا موتسيبي الرئيس وعلى باله واش راه يدير باش يعس هذاك الكلب رخيص الديوث المخزني اللوطي البوسبيري تاع القجع اللي القجع هذا اليوم السكر. قلت لك تجلس وعماره والله واخا تجيبوا ماشي غير عماره
تجيبوا شكارة وفخارة وعصارة وطعيو ما تعصروا قاع داكشي كامل ما يجيب لكمش بحال القزع. كاين روروا بوح جاكم يتفلوا على وجهه ويمسح وجهه ويقول نعم سيدي. واليوم ولا بالتليفونات والخلايا ومنا هو محرش الجماعة بيسر. احنا فوطوا علينا 15 باينين 38. انت قاعد تبع لي في موتسيبي قاعد كي الكانيش منين تلاقاك 52. شوف جات لاشان هذيك هي الفرصة العظيمة والعظمة لله عز وجل. 52 بريزيدون تاع لا فيدراسيون تاع تاع الافريقيا تسمى ناحية 53 انت وتاع الكلب تاع القجا اللي بعت ممثل تاعو 54. علاش ما تقربتش منهم؟ حنا كنا قاعد اش دير لكم دابا القجع؟ انت كتقولوا لي الكلب الكراغ اش دير لكم القجع؟ وانتم اللي بيضربكم تحلكم دا لكم المنصيب اش دير لكم القجع اللي بغيت نفهمها؟ تاع النيجر كنا قاعدين مع تاع المالي كنا قاعدين مع تاع السنغال كانوا يعيطوا لك شلو شارلاتون. الله هاد الكراغ لا اله الا الله شارلاتون. وانت قاعد دوره زوج انت لازق لي في كعاله موتسيبي. ها هو موتسيبي تاعك هاك قعد. علاش كتهضر بشويه؟ واش لحطوها كتهضر بشويه القدر وفي هذوك دوك الجيران ديالها في فرنسا تما قال لها كتصدعينا الشريف هضري بشويه 15 بعدها شلماني واش قال؟ قال والله العظيم قال ويتقدم عماره انسحب. واش معناتها انسحب؟ وكي تنسحب معناتها ترمي شيفوناكم في لا بوكس. تي قاعد بهدل فينا لي زور لي زور باش تحط اسمك ما لقيتش روحك. بعد 38 واحد انولي بولتا انولي باسكو دار زوج اسماء وانا ما عرفتش واش و 38 ضدك و15 و15 معاك. علاه يعني هذا تشبد بوحك روح. شوف راه 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 را الكراغلا ولاو اي حاجه كيمسحوها في القجع. شوف دابا تصور معايا ان زفيزف ديالهم زفزاف ترشح باش يدخل العضويه ديال ديال اللجنه التنفيذيه ديال الكاف وتنافس هو والليبي. تنافسو هو والليبي يعني القجا ما عنده حتى شي دخل في تما ما عنده حتى شي حاجه. فاش تنافسو هو والليبي الليبي داها ليه ب 38 داها ليه نسبة التصويت بكل شيء باش ما بغيتي داها ليه المنصب ب 38 صوت مقابل 15 صوت. نضل الكراغلا عوض ما يقولوا الديرة خص نراجعوا الاوراق ديالنا علاش صوتوا عليه غير 15 وحنا مقبلين على احتضان كاس افريقيا 2025 واخا ما تحلبوش به وكاس افريقيا اخرى 2027 واخا ما تحلبوش به. خصنا نعالجوا نشوفوا نعاودوا نرتبوا الاوراق ديالنا ونشوفوا علاش ما صوتوش عليه غير 15. مشاو عوض ما يشوفوا هذا الشيء يشوفوا المشكل فين كاين مشاو كيتعلقوا بالقجع. القجع هو السبب القجع هو من دار القجع والقجع راه ماشي هو اللي ترشح معاه. ما تنافسش هو وزفيزف وكنت نفس هو وزفيزف غادي يجي زفيزف صوت واحد هو ديالو الا حط عاد على راسه تلقى دابا جا الصندوق كيقول له واش هذا الصندوق ولا هذا واش هذا دابا غادي يكون هذا كتسنى يربح. لا حول ولا قوة الا بالله. الاخوان وصلنا اخر هذا الفيديو تحياتي لكم ديما مغرب ولا عزاء للحاقدين. السلام عليكم. واعطيوني الحريرة والخبز خور وشي شوية ديال اتاي راكي درتي ليا انتي القرور.